Yeah, particularly with the data now coming for the Omicron variant, it is very clear this our vaccine for the Omicron variant should be a three-dose vaccine. Hören Sie mir zu, braucht mal Ihre Unlage. Guckt euch das mal bitte an. Hören Sie mir zu. Habt ihr da die Polizei? Lassen Sie Ihre Hand los. Guck mal, jetzt muss man hier das Ding ans Handgelenk setzen. Ehrlich? Ist doch geschlossen, das Handgelenk. Haltet die Frau da vorne und macht das Ganze in die Hände euch nicht davon. Sie ist 18-jährige Frau. Genau, da sind wir groß und stark. Hört auf damit. Das ist doch gesponnen, was ihr vollzieht. Und guck mal, eine Stadtverwaltung, zu was sie euch treibt, und ihr macht es einfach. Also die Gespräche, wo ich mit der Polizei gehabt habe, haben gesagt, du, also manche sagen, machen wir einfach nicht. Manche melden sich einfach Wochen. Göppingen, der 6. Dezember, wir sind live dabei. Dass man sie überhaupt anfassen muss. Jetzt bleiben Sie aber hier stehen. Omi, du bist die Beste. Du bist gut ab. Wie viele sind wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neun Polizisten. Für eine 80-Jährige. Es ist unvorstellbar. Schaut bitte euch diese Szene von einem anderen Blickwinkel. Jetzt habt ihr polizeiliche Maßnahmen. Nee, eine Frau mit 80 Jahren. Ich möchte aber, dass wir stehen. Ja, ganz ruhig. Wir gucken mal, ob die Polizei noch ein bisschen Menschlichkeit hat, herrlich. Also, ihr könnt euch, guck mal, und jetzt zeige ich euch mal eins, ihr habt vielleicht Psychologie nicht studiert, aber ihr könnt es nur machen, weil ihr Masken auf habt. Genau, weil ihr man kein euch nicht Gesicht erkennt. Mehr zeigen müsst. Genau. Ihr müsst kein Gesicht mehr zeigen, sonst würdet ihr euch in Grund und Boden schämen. Wir haben hier eine Gerichtsverhandlung gehabt, da hat der Dr. Stein. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى فيديو جديد موضوع جديد مع فيصل موتن في قناة فيصل برشلونة. دخلوا في الموضوع وخير الكلام قل ودل، ما عليكم البارتاج ولا لايك على أوسع نطاق، ذلك فضلا وليس أمرا. خوت الخواتات، أعتذر اليوم راني شوية عيان، المهم الله يجينا ويجيكم، راه مازال البنج عندي شوية حتى الهضرة كتخرج شوية معوجة، واقيلا كندوي مزيان ياك. المهم ندخل معكم في الموضوع. كيما شفت معايا في الفيديو مرة أخرى مع المدير التنفيذي ديال بيوت داكشي اللي على بالكم، اللي صحيح فكرة أنني فاش طلعتكم فيديو بالمساء كانت واحد الكسبة كدرك الترجمة ديال الفيديو، أعتذر. داكشي علاش عاودت طلعتكم داك المقطع ديال الفيديو على أنه توجه الميساج جميع الناس وتيقولها عادلا بالنسبة للمطبلين والمشككين، تنقولها ومازال تنعاودها على انه هو شخصيا راه مكتوب على ان المذيع سولو قال له واش انت خديتي ولا ما خديتيش، هو الجواب علنا هكا شرح مباشره، قال لهم انا ما غاديش ناخذ، والناس اللي في الشركه ديك بيوت ديك القلعه من القريعات ما غاديش ياخذوا كذلك، لحقاش لا زالت في تجارب سريريه، يعني حنا وانتوما هما في بلان تجارب. هذه خلاصه القول ديال الفيديو باش انكم تحيدوا داك الشك والتشكيك. يعني انا خلي لكم واحد المقطع، الترجمه راه باينه، واحد قال لي دير لي الصوت اخي، هذه من بعض الحقائق اللي كتطلع ما يمكنليش ندير لي فيها الصوت. اولا نقولك علاش، لاقاش باش ما يضربوناش القناه، واللي يبغاني ندوز الفيديو ان شاء الله انا في التليجرام غادي نعاود نطلع الفيديو وتشوفوه بالصوت والصوره ومترجم كذلك. بغيتي تكتب لي في الواتساب نخليك هذا الفيديو هذا، ما عنديش مشكل لا اقل ولا اكثر.
كذلك شفتوا المدير التنفيذي مرة أخرى خرج واحد التوضيح واحد تفسير كذلك على أنه تتكلم على المتهور الجديد، هذا هو الغريب في الأمر. وقال على أن يعني المهرزات الجاية القادمة بالنسبة لهذا المتهور غادي نقسموها على ثلاث خرعات، على ثلاثة ديال الضربات. يعني راه قلناها لكم، الجواز ديال بعض الاخوان في اوروبا او في امريكا او في مكانو راه دايرين فيهم 8 ديال الضربات، ولكن هناك العاشره كذلك. يعني هذا المتحول الجديد قالوا على انه ما فتك ما والو، ولكن هو جعل اللسان ديالو بما انه ذو جنسيه تركيه المانيه وكيتكلم اللغه الالمانيه والانجليزيه والتركيه كذلك، قال على انه هذا المتهور خصنا نوجدوا له ثلاثه ديال القرعات. فهم الفهم، يعني مازال عندك واحد ثلاثه القرعات جايين في الطريق. هذا من جهه. في نفس البلد المانيا، وانتم عارفين المانيا يعني الزيار ثم الزيار، هذه واحد السيده مسنه كذلك دارت ضجه في تويتر، والرابط ديال تويتر نخليه كذلك في اول تعليق باش انك نحيدوك الشك، دخل اقراه وترجمه راه باللغه الالمانيه. هذه السيده غاده في الشارع وقفوا عليها صاحب الحال، قالوا لها جواز اللي على بالكم ديال التكليخ ما عندهاش. شوفوا التعامل كيفاش كيتعاملوا معها، والناس كيتصوروا اللي كيصوروا هما جايين ضد هذوك صحاب الحال، لاقاش تعاملوا معها بقساوه. ودي يخليك المقطع ديال الفيديو كامل ودخل تفرج فيه كذلك، راه عن طريق تويتر يعني مباشره. خاصكم تعرفوا على ان الموجه الخامسه، حنا داخلين على الموجه السادسه، راه فيها شويه ديال القمع. خاصكم تعرفوا هذه السياسه هذه على انهم الاطاحه الناس اللي هما رافضه. انتم عارفين المانيا شنو واقع فيها حاليا. كذلك عندكم واحد الفيديو ما بغيتش نطلعوا دابا حتى غدا ان شاء الله بحول الله، واحد الخروج ديال مليون ديال الجماهير بدوله رومانيا. خاصكم تعرفوا رومانيا على الاقل واحد 80% كذلك ما واخداش دوك القرعه من القرعات. هذا خاصكم تعرفوه كذلك، نوجد لكم ليا فيديو وتشوفوا داكشي من عينيكم مترجم. حنا جينا باش نحلل لكم عينيكم، لا اقل ولا اكثر، وكل راعي مسؤول على رعيته، باش ما نطولوش عليكم بزاف، باش ما نكثرش عليكم ديك الخزعبلات، باش ما نزيد لكمش نحرقوا لكم راسكم ونضركم في راسكم. فلهذا اللي بغى يفهم يفهم، واللي ما بغاش يفهم لا لا فين يفهمو، شغلو هذاك. يعني حنا تنقول لما ستناول المدة الفيصل شخصيا تجيكم مواضيع حصرية بالروابط. هذا من جهة. كذلك أيها المشاهد الكرام، هذا هو المضحك، فرنسا ما أدراك ما فرنسا. فرنسا تتكلم على الخرعة الرابعة، يعني الأولى والثانية والثالثة، دابا هما كيوجدوا لهم الخرعة الرابعة، المهرز الرابع. فرنسا ما فرنسا، يعني هما راه كيوجدوا الخرعة الرابعة بحال إسرائيل، يعني ديك الصهاينة راه كيوجدوا ليهم الخرعة الخامسة، باش تشوفوا التطور والقفزات ديال الموجات وديال القراعي فين غاديين بهم. الزربة يدو في الدخول. واحد القضية كذلك ونقول لكم من هنا، ديونا العقد عقلي وعقد لساني، واللي في قلبي على لساني، أنا ما كنوجد لا ورقة على السيلوم كنعبر لك باللغة العربية ونتفرس عليك، أنا راه تنوي معاك عادي ولدي ولد الشعب عادي بالبساطة بالبساطة، تقبلني كيف ما أنا كندوي، واخا مبنج ماشي مشكل، خذها كيف ما هي خرجات. تا الفكرة مشات، سبحان الله العلي العظيم، والله العظيم تا الفكرة مشات. واحد الخبر غدا إن شاء الله بحول الله ربما غادي يهمكم كاملين، بالقاسم المنظر جابكم الجديد، يا هلا يا هلا يا هلا. جابكم جديد، هذا خبر زوين غادي لكم غدا ان شاء الله بحول الله. هذا الخبر خصك تسمعو وتصنت ليه الا بغيتي وتهمك، خبر زوين وغزال. هذاك ديما جايب لنا الجديد، ولكن غدا نحطو لكم ان شاء الله بحول الله. نطلع لكم هذا الفيديو، وعلى الساعه 11:30 ندير واحد اللايف معكم لتوضيح بعض الامور، ونحطو النقط على الحروف، ونقول لكم شنو جاي وشنو واقع وشنو داز وشنو عايشين فيه دابا، باش نحل لكم عينيكم، ماشي باش نخوفوكم. واللي يخاف ما يدخلش يتفرج، ما كاينش اشكال. شكرا جزيلا على المتابعه، بارطاجي لك على وصلني طاق ذلك فضلا وليس امرا. والله العظيم انا الفيديو درته للتوضيح، لقاش الفيديو ديال العشيه غلطت فيه الكتبه حقيقه، غلطت ديك الكتيبه ديال الترجمه، ولكن الحمد لله كل حال.
خوتي خواتاتي ليلة سعيدة وتبارك الله عليكم، والتقينا في المباشر. تبارك الله عليكم، بارطاج العوسة منطقة.